معنا في هذا الموضوع كل من الدكتور بركة الحوشان وهو أكاديمي بجامعة نايف للعلوم الأمنية. مرحبا بك دكتور بركة. مرحبا، أهلا وسهلا. أيضا الدكتور حمد القاضي وهو عضو شورى سابق، مرحبا بك دكتور حمد. أهلا وسهلا، حياك الله. ترى أستاذ أنا دكتور. طيب دائما تقال لي العبارة. جميل أنها دائما تقال لك. الحمد لله. أستاذ حمد نبدأ معك. تفضلي. يعني تعليقك على هذه اللقطة الكريمة. نعم. أولا هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريف الملك سلمان جاءت تزامن مع عودته المباركة، فكان الفرح فرحين، عودة الملك سلمان لأرض الوطن وليقود مسيرة التنمية ويواصل عطاءه لهذا الوطن، رغم أنه كان تعرفون هو كان مسافر في إجازته، كان يستقبل زعماء الخليج وبعض زعماء الدول وكان يعيش، فلكن عودته الآن ليباشر العمل في مكتبه من جانب، وأيضا قرب موسم الحج اللي بوصف خادم الحرمين الشريفين يشرف على إن شاء الله أعمال الحج، ونتمنى يكون موسم إن شاء الله ناجح. هذه لها بعدان طبعا، هذا الأمر الملك الكريم، البعد طبعا المادي لا شك، يعني أنه كل جندي من هؤلاء الذين وضعوا أرواحهم وأرحاتهم فداء لهذا الوطن والحفاظ على استقراره وحمايته بعد الله، فضلا عن مساهمتهم في إعادة الشرعية لليمن الشقيق وإعادة الاستقرار لهذا البلد الذي يجاورنا ونتمنى له كل الخير. فلها بعدها المادي عندما والمالي عندما تأتي يأتي راتب شهر لهذا الجندي المناضل من أجل دينه ووطنه له ولأسرته، لا شك على ما تفرح أي من أي إنسان منه يفرح بأي هدية تأتيه. البعد الآخر أنا في تقديري وهو الأهم يمكن فيها، أنه هؤلاء الجنود المرابطون هم في وجدان الملك سلمان حفظه الله، يعيش إحساسهم، يقدر عملهم، لهم المكان في 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 اهتماماتهم، وبالتالي جاءت هذه المكرمة تقدير معنوي كبير لكل جندي على في على سواء الحدود أو في الجبهات القتال. فأزعم أن مثل هذه المكرمة جاءت دافع وحافز قوي للمزيد من البذل والعطاء ومن أجل إن شاء الله هذا الوطن ومن أجل الجار الشقيق. نعم دكتور بركة تعليقك. والله أنا الحقيقة الأستاذ حمد يعني أخذ جزء كثير من اللي كنت يعني أنوي أقوله، ولكن أكمل بأن الجندي السعودي معنوياته عالية جدا، ولم يمكن ينتظر مثل هذا الراتب، ولكنه يعني القائد الله يطول في عمره ونحمد الله على سلامته بعد عودته إلى أرض الوطن، يعني حاول بأنه يلامس العاطفة هؤلاء الجنود والنوع من الوفاء ببعض التزاماته، فأمر بصرف الراتب وهم يستحقون أكثر. صحيح. بطبيعة الحال ليس راتب فقط، وإنما يستحقون منا الدعاء ويستحقون منا يعني معنوياتهم العالية جدا، والحمد لله أثبتوا بأنه الجندي السعودي عنده جلد وعنده صبر وتدريب عالي، الحمد لله تتوافر لديه يعني مهارات عالية، قادوا أعظم الطائرات وأرقى الطائرات. صحيح. حافظوا على حدود الوطن لا تدنس من الغزاة ولا تدنس من المرتزقة، وبطبيعة الحال يعني الجندي السعودي اليوم يجب أن يكون في المقدمة، وهو يعني يطلب منا الدعاء هو يعني يدافع عن هذا الوطن، وطننا ليس كل الأوطان. نعم. هو بطبيعة الحال البيتين الشريفين والحرم الشريف المكي والمدني، بالإضافة إلى أنه منبع الإسلام، وهو يعني له عقيدته الدينية وحبه لوطنه، يقفون خلف هذه المعنويات التي نشعر بها ونشاهدها في كل يوم، ويمكن وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت أن توصل لنا ما لا توصله. نعم. جبهات القتال في السنوات أو في السنين الماضية. نعم. طيب اسمح لي الآن أن أخذ مداخلة هاتفية من الأستاذ جميل الذيابي وهو رئيس تحرير صحيفة عكاظ. مرحبا بك أستاذ جميل.
مرحبا فيك أستاذ جميل. يعني بودنا نأخذ تعليقك على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لجنودنا البواسل في الصفوف الأمامية. طبعا شكرا جزيلا. على كل حال يعني أنا أعتقد أنه يعني أمر خادم الحرمين الشريفين هو ليس جديدا، واتخذ كثير من القرارات التي تصب لمصلحة الوطن والمواطن، وهو امتداد يعني دعم القيادة لأبناء ورجالات وحماة الوطن. نعم. دائما ما يؤكد الملك سلمان أن الأمن من أهم النعم التي تفضل الله بها على البلاد، وهو الركيزة لاستقرار الشعوب، أمن واستقرار الشعوب ورخائها ورفاهيتها. لا شك أن المواطن اليوم كان ولا يزال يعني يستشعر مسؤوليته في هذا الشأن. المملكة العربية السعودية تهتم كثيرا برجل الأمن ومن هما على الجبهات، لكن أستاذ جميل يذودون عن البلاد. نعم. ودحر الحاقدين والطامعين، لا شك أنه هذا هو الأمر، وأنا متأكد تماما بأنه الكل عاقد العزم على دعم وتعزيز يعني ودعم الرجالات القوات المسلحة من جميع لكن هذه اللفتة يعني إذا جينا نتكلم عنها كلفتة مثلا بسيطة تقدم لهؤلاء الجنود، كيف ترى انعكاس أثرها النفسي والاجتماعي على الجنود المرابطين وحتى على أسرهم؟ طبعا بالتأكيد هي مكرمة ملكية، تعزيز وتكريم للجنود السعوديين الذين يضحون بأرواحهم يعني فداء للوطن في معركة وطنية عربية لاسترداد الشرعية اليمنية والدفاع عن مكتسبات الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أنه يعني بالتأكيد هناك التزامات، هناك مسؤوليات، هناك أيضا الكثير على هؤلاء الجنود الذين يقفون على الجبهات ويذودون على الديار، أنه هذه الخطوة الملكية تزيد من ثقل الأمانة يعني على هؤلاء أيضا، وأيضا ترسخ مفهومية المسؤولية أيضا. نعم. تجاه أيضا المجتمع. لا شك أنه منذ أن أعلن يعني الملك سلمان عاصفة الحزم رأينا الاصطفاف السعودي صفا واحد لمساندة قرار البلاد في حماية الأمن الوطني والدفاع عن الشعب أيضا اليمني. اليوم أيضا هذه المكرمة الملكية لاحظنا أيضا عملية ما تم تداوله من قبل الكثير من الأسماء المعروفة، وهو نقاش السعوديين سواء في مجالسهم الافتراضية أو الواقعية، لكنه بالتأكيد هي تعليقات مؤيدة للقرار، معتزة بالجنود البواسل الذين يسطرون أزهى صور البطولة في جنوب المملكة على الحد الجنوبي. أنا يعني دائما أقول بأنه يستحقوا منا أكثر وأكثر هؤلاء الرجال الذين أمر قادم الحرمين الشريفين براتب شهر لهم. هؤلاء هم درع الوطن، هم من رفعوا رايته، هم من يستحقون هذه المكافأة ومكافآت أخرى، ونتمنى من الجميع يعني أن يكون يعني مساندا وداعما لهؤلاء. نعم. الذين يحمون حدودنا الجنوبية ويقفون حماة للوطن. الأستاذ جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ، شكرا جزيلا على مداخلتك، وأنتقل لك أستاذ حمد. فضلي. يعني مثل ما قال أستاذ جميل أن الجنود يستحقون منا أكثر. صحيح. وأكثر، لكن بشكل عام كيف يدعم المجتمع والأفراد جميل. هؤلاء الجنود يعني جميل. ما هو دورهم؟ نعم هؤلاء قدموا بطولات كما تفضل أستاذ جميل، وكما قلت أنه يعني وضعوا أرواح مع رحاتهم فداء لهذا الوطن وأبنائي واستقراري وأمنه. التكريم يجب أن لا يكون نخبويا. أنا أزعم أن كل مواطن في هذا الوطن عليه واجب تقدير هؤلاء وتكريمه، إما ماديا أو معنويا، وليس محصورا بأحد معين. كل أطياف المجتمع مسؤول عن الاهتمام والعناية والتكريم لهؤلاء. دعينا نبدأ مثلا بالأفراد. ما يعني من التكريم، وهو قد يكون بسيط لكن له بعده المعنوي. الجار عندما يكون له جار على جبهات القتال، أو له أسرة توفي والدهم شهيد في ساحات القتال والشرف والبطولة،
يعني عندما يتفقد هذا الجار هذه الأسرة والأطفال، ربما عندما يذهب هو أسرته أولاده إذا كان أبوهم على ساحة في المعركة، أو أنه شهيد رحمه الله كل الشهداء، ربما يأخذهم معه، ربما يذهب بهم لسوق مع أولاده. هل ترى يعني أمر بسيط، لكن والله له جانب تقدير، يعني نحن الكبار والعادي نفرح بأي لمسة تقدير. أمر آخر، بودي أن نعلم أطفالنا عندما يكون معهم أطفال صغار في المدارس أو في النزهة أو في الشارع أو وهم إما أطفال هؤلاء أبائهم شهداء أو في على ساحات في الجبهات، إنه يقدرونهم يحترمونهم يعطونهم دافع معنوي أن أبائكم كذا أبطال. ترى لمس يعني الطفل أي شيء يؤثر عليه. و طبعا أنا ما أريد هناك طبعا رجال أعمال ربما أتحدث عنه، يحتاج رجال أعمال نعم. يحتاجون كلام أكثر الحقيقة. طيب. لكن توقف عند الأفراد. خلص. خلص. دكتور بركة، يعني إذا كنا نتكلم أو أنت تحدثت إلى جانب مهم في المقدمة التي ذكرتها وهي مقومات الجندي السعودي، يعني الانطباع الذي تركه الجندي السعودي ليس فقط في الذهنية السعودية إنما في المجتمع بشكل عام، ما هو هذا الانطباع؟ خليني أول أكمل على ما ذكره حمد، وهو موضوع ما طرحه سماحة المفتي قبل أيام، وهي دعوة رجال الأعمال إلى يعني مساندة قواتنا المسلحة، وليس يعني هذا أن قصور في الحكومة في أداء واجبها، ولكن مشاركة أي كنوع من المشاركة في دعم الجبهة على الحد الجنوبي أو أي حدود المملكة المختلفة. فلذلك أنا أقول بأنه ما دعي إليه، ظهر هناك رأي عام في المجتمع ينادي إلى أن يرى رجال الأعمال والمؤسسات البنكية والمؤسسات التجارية الكبرى تسهم بجزء بسيط من 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 كنوع من المشاركة والدعم لقواتنا المسلحة. وهذا أنا أقول أنه لا يعني أنه في تقصير من الحكومة أو من الوزارات المسؤولة، ولكنه يعني يحتاج منا إلى أن نقف صفا واحدا، وإحنا نقف صفا واحدا لكن نريد أن نرى شيء مادي. نعم. معنويا كلنا نقف وندعو وننشد ونردد، وبطبيعة الحال كلنا فداء لهذا الوطن. حكومتنا حفظها الله يعني أثبتت بأنها تزعم العالم الإسلامي والعربي، وهي يمكن هي وقفت في وجه المد الصفوي ومحاربة الأعداء اللي يريدون لا يريد بنا خير. نعم. الجندي السعودي أثبت بأنه مقاتل عنيد وأنه على مستوى عالي من المسؤولية، نفس معنوياته يعني عالية جدا، بدأ يستخدم كل الإمكانيات المتطورة المادية باحترافية وبشهادة الأجانب وبشهادة المحايدين، لا نقول هذا لأنه سعوديين، ولكن نقول بأنه هذه إحنا لمسناها ويلمسها الأعداء، ولكن هي مشكلة اليمن إن شاء الله أنها تنتهي، وهي بطبيعة الحال بدأت يعني أخذت لها الآن قرابة العام، ومن هنا تأتي أهمية الدعم المعنوي لأسر المعسكرين أو المرابطين. ومثل ما ذكر الأستاذ حمد، إحنا حتى من داخل الحي الجيران جماعة المسجد يجب أن يكون هناك لمسة حانية من الأقارب، من الأعمام، من الأخوان، من الأخوال، من الجيران، على كل من يكون له عائلة موجودة وعائلها موجود في الجبهة. نعم. أستاذ حمد، يعني على نرجع لنفس النقطة نتكلم فيها، لكن قبل أن نتحدث عن دور رجال الأعمال، أكيد إن لهم منافذ وقنوات أخرى يحققون منها هذا الهدف، لكن قضية المفتي عندما مثلا أمر بمساعدة الجنود، يعني هي لفتة جميلة، لكن بعض الجنود قالوا أنه يعني نقدم هذه التضحية يعني والولاء إيمانا بقيم معينة، ما نبغى نأخذها بموضع أننا أحد يتصدق علينا أو جميل من هذا الجانب. جميل. نعم. يعني أنا سعيد عندما سمعت يعني أن الجنود الوطن رأوا أن هذا الذي يقومون به واجب من أجل دينهم، من أجل وطنهم، وأنهم حتى الشهداء عند أحياء عند ربهم يرزقون. حقيقي يكسو القلب الفرح والبهجة أن هذا شعور الجندي السعودي، وهذا الشعور هو بعد توفيق الله
والأسعد لديهم هي من أسباب الانتصارات التي تحقق الآن، ونحن الآن نلاحظ بشائر النصر إن شاء الله في 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 المعركة، وإن شاء الله عودة لاستقلال اليمن وتأمين حدود هذا الوطن المقدس الذي كلنا الحقيقة نرخص دماءنا وأرواحنا من أجل هذا. بلد ليس بلد عادي، بلد مقدسة، كل واحد يحب وطن، لكن نحن نحب وطننا لأنه بطننا، وهذا أمر طبيعي، إنسان يعشق ويحب وطن، لكن لأن فيه أكرم بيتين في الوجود، بيت الله حرام والمسجد النبوي. هذا من جانب. الجانب الآخر، لا، المفتي عندما دعا ونحن عندما ندعم ليس منة أو صدقة عليهم، بل هو مشاركة معهم. حتى يا أخي الإنسان الغني يتقبل الهدية ويفرح بها، ليس لأنهم بحاجة الله. الناس الآن يهدون بعضهم، ترى ليس لأنهم بحاجة لبعض، تهادوا وتحابوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فهو منظار تقدير ومحبة لهم وإشعار لهم، ليس لا. إذا كان أحد محتاج هذا الدولة تتولاهم، لكن كل التقدير اللي يأتي لهم مثل مكرمة خادم الحرمين والأمر الملكي ليس لأنهم باحتياج أو فقر، لا، هو لها البعد المعنوي، هذا أعتبره. وبالتالي أنا أعتقد أن أغلبهم يرحب بذلك، وخاصة إذا تضحت الصور لهم. والمفتي ما قال ترى، قال تبرع، ما قال صدقة، تبرع. نعم. يأتي لأمر تقدير معنوي، لا يأتي بالضبط صدقة أو حاجة، إن شاء الله ليسوا بحاجة لذلك. نعم. نعم. طيب إحنا الآن ننتقل إلى جازان مع مراسلنا خالد، أو نجران عفوا، مع مراسلنا خالد الربعي. خالد، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. خالد، أطلعني على المستجدات عندك فيما يتعلق بما حصل من ردة فعل بعد القرار الملكي. نعم، مساء الخير ولضيوفك الكرام. حقيقة أن اليوم أنا كنت من الساعة 7 صباحا طلعنا جولة على بعض المواقع وأيضا بعض الخطوط الأمامية التي يتواجد فيها بعض جنودنا البواسل الحقيقة الذين تواجدوا في الحدود الجنوبية وتحديدا في منطقة نجران. كنا في تحديدا المدفعية، وفور وصولنا إلى المدفعية كان هناك بعض الحقيقة العمل المرهق، لكنهم هم يرونه أنه عمل جبار وعمل شرف بالنسبة لهم. سألناهم حقيقة عن هذا، عن أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بصرف راتب شهر، فأكدوا بأن هذا الأمر يعتبر هو تعزيز لمعنوياتهم التي كانت مرتفعة قبل ذلك، فهذا حقيقة أثلج صدورهم. وكانت الدعوات والشكر لخادم الحرمين الشريفين ولكافة القيادة على هذا القرار الذي يعد أيضا إضافة لقرارات سابقة خص بها الجنود المرابطين على الحدود بشكل عام. نعم. طيب فيما يتعلق بالعمليات، يعني هل لديك مستجدات خالد، يعني من خلال يعني كيف الأجواء، أجواء الحدود من الناحية الأمنية؟ إذا تحدثنا عن الناحية الأمنية صراحة، يعني إذا دعني أتحدث عن الحدود فقط، الحدود ما فيها شك هناك بعض العمليات التي تقوم بها القوات المشتركة ممثلة بالقوات المسلحة، وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني، إضافة إلى حرس الحدود، يقومون حقيقة بجهود كبيرة وجهود حقيقة واضحة للجميع. اليوم كنا رصدنا عدد من العمليات خصوصا في المدفعية، يتم استهداف عدد من التحركات التي تكون قريبة على الشريط الحدودي، أي تحرك يقترب من الشريط يتم استهدافه مباشرة، وهذا رأيناه بأعيننا هذا اليوم صباحا وتحديدا عند الساعة 9 صباحا. هناك أيضا خطوط أمامية تقوم بواجبها، وأيضا خطوط خلفية تقوم أيضا بواجبها، فالعمل هنا تكاملي وموزع ما بين القوات المتواجدة. هذا على الحد في داخل نجران، تشاهدين خلفي زميلتي ويعني ما شاء الله تبارك الله، وأمامي أيضا، الحياة هنا في نجران تسير بشكل طبيعي وطبيعي جدا جدا، ولا يعني المواطن هنا والمقيم في نجران يعيش حياته بشكل طبيعي، التاجر في متجره والطفل في ملعبه حتى العابد في مسجده، الأمور تسير بشكل طبيعي. نعم، شكرا لك خالد الربعي مراسلنا من نجران، شكرا جزيلا لك.
وأعود لك دكتور بركة في قضية يعني تكريم الجنود وأيضا حتى الشهداء، يعني تسمية الشوارع بأسماء هؤلاء الشهداء في المناطق القريبة من أسرهم، كيف ترى هذه اللفتة من الناحية التكريمية؟ والله يعني أنا أقول بأنه المعنوية للمقاتل هي أهم من السلاح، ولا شك بأنه الشهداء رحمهم الله وهم في يعني عملهم الذين أدوه وأدوا تضحية للوطن لا شك بأنهم يستحقون منا كل تكريم وأن لا ننساهم. وبطبيعة الحال هناك جهات التابعة لكل وزارة من الوزارات المعنية في الداخلية والدفاع والحرس الوطني لديهم لجان تعنى بالشهداء وأبنائهم، والحقيقة أنا استمعت إلى أكثر من لقاءات مع أسر الشهداء، والفضل بعد الله يأتي إلى رعاية الحكومة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو ولي العهد في أنهم يعني يدفعون لهم كل ما يستحقونه، حتى وصلت بهم الأمور إلى أنهم يعطونهم عيديات في كل سنة أكثر أو تقريبا 25,000 ريال للأم و 25,000 ريال للزوجة، بالإضافة إلى أنهم يحججون كل من يرغب في الحج من أسر الشهداء، بالإضافة إلى أنه قبول الكليات العسكرية حتى ولو كان أقل من شروط القبول، وأنا بصفتي قريب من هذا المجال تجد بأنهم يستثنون من شروط القبول التفضيلية وليست الأساسية في دخولهم بدلا أو باسم الشهداء الله يرحمهم جميعا. نعم أنا ما أدري إذا الآن جاهز، يبدو أن معنا مداخلة هاتفية من اللواء محيى العتيبي وهو قائد حرس الحدود بمنطقة جازان. مرحبا بك لواء محيى. مرحبا، أهلا وسهلا لواء محيى. يعني بدي أن تطلعني على ردة فعل الجنود بعد هذه المكرمة الملكية الكريمة. الحمد لله على تمام المنة، والحمد لله بالكتاب والسنة، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الحديث عن سؤالك أختي الكريمة بخصوص المكرمة الملكية، القلوب بصفة عامة اليوم تغمرها الفرحة والسعادة بوصول خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى أرض الوطن. أما من حيث المكرمة الملكية ودورها فهذا يعد من التلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتعتبر لفتة كريمة لها بالغ الأثر على جنودنا المرابطين وتعزيزا لمعنوياتهم المرتفعة وتثمين من ولاة الأمر في مقدمتهم مولاي خادم الحرمين الشريفين لفعلهم ودفاعهم عن وطنهم، وبحول الله سيكون لها صدى عكسي على الأعداء. الجميع يهتف شكرا سلمان الحزم، شكرا سلمان الوفاء، وحقيقة لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، وهذا ديدا ولاة أمرنا حفظهم الله، ونسأل الله أن يجزاهم عنا كل خير ويحفظهم من كل سوء وشر، ويصرف عنهم وعن الوطن أهل الضلال والفتن والتحريض والمؤامرات. نعم لواء محيى، يعني نستغل وجودك معنا للحديث عن الوضع الأمني في على الحدود منطقة جازان، كيف هو؟ نحمد الله ونشكره على كل حال. وبالنسبة للشريط الحدودي في منطقة جازان نحمد الله ونشكره جميع قواتنا، سواء كانت من القوات المسلحة المشتركة أو من قوات حرس الحدود في مواقعها الأمامية تراقب جميع أي تحركات أو مشاهدات، ولا تسمح بأي حال من الأحوال محاولة المساس أو الوصول إلى الشريط الحدودي. نعم وكلهم يذودون عن الوطن بكل ما يملكون، ونحمد الله ونشكره. الوضع بصفة عامة في منطقة جيزان نحمد الله ونشكره على ما يرام، وجميع المواطنين الموجودين في القرى الحدودية يزاولون تحركاتهم طبيعية وآمنة من فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم، شكرا لك لواء محي العتيبي قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، شكرا جزيلا لك. وأعود لك أستاذ حمد، كنا وقفنا عند نقطة رجال الأعمال. نعم رجال الأعمال، تفضل. بدأ طبعا التقدير والتكريم لهؤلاء الرجال على الحدود في الجبهات، هو أعتقد خطاب وطني شامل لا يعفى منه أي مواطن في هذا الوطن، لأنه الاستقرار والأمن مظلة للجميع. لكن طبعا هناك شرائح يقع عليها العبء أكبر أو المسؤولية علم أكبر في التكريم وفي مقدمتهم وسدتهم رجال الأعمال. أنا يعني دعوني أوجه عبر السيد الأخباري عد رسائل إليهم. أولا أنا أريد وهم إن شاء الله حسن ظننا، والحقيقة كان لهم عشان لا نظلمهم لهم كثير منهم كان لهم أعمال مباركة وتبرعات وشاهدناها في مواقف وطنية كثيرة. نعم. أنا أقول يتأملوا أنه هل الاستقرار اللي نعيش فيه ولله الحمد هو سبب تجارتهم ومؤسساتهم ونجاحهم، لولا هذا الاستقرار ما قامت هذه المؤسسات. وأنا أذكر مقولة لسمو الأمير نايف رحمه الله عندما جاءني في مجلس الشورى وكان يتحدث عن الازدهار الاقتصادي، قال الدليل على استتباب الأمن هو هذا الازدهار الاقتصادي ورأس المال الجبال، لو لم يجد الجو الآمن المستقر ما كان ساهم رجال الأعمال في العمل التجاري أو الأموال الخارجية. فهذا جانب، ولهذا أنا أقول استقرار الوطن وأمنه هو من صالحكم وصالح أعمالكم وصالح نجاح تجاراتكم، هذا المطلوب. وبعد الله هؤلاء الجنود هم الذين يحمون هذا الوطن. نعم. ويقدمون أرواحهم من أجل، فأنا ودي هذا الهاجس يكون في خاطرهم. نعم. أمر آخر، طيب خلينا نأخذ الأمر الآخر بعد ما ننتقل إلى مراسلنا في جازان. طيب. علي معتبي، السلام عليكم علي. عليكم السلام، أهلا وسهلا علي. أطلعني بالمستجدات عندك فيما يتعلق بنفسيات الجنود بعد المكرمة الملكية الكريمة. نعم، نحن للتو وصلنا إلى مدينة جازان بعد جولة بدأت الساعة 8 صباح اليوم على الشريط الحدودي، وقمنا بزيارة العديد من المواقع حقيقة، واستطلعنا كثير من المشاعر، كثير من يعني وجدنا كثير من المعنويات المرتفعة لدى المرابطين على الحد الجنوبي من الإخوة الضباط والأفراد وضباط الصف، كلهم بلا استثناء يعني استقبلونا استقبال جميل جدا، وعبروا لنا بشكل أجمل عن انطباعاتهم حول مكرمة سيدي خادم الحرمين الشريفين. منذ أن وصلنا إلى أول محطة في جولتنا اليوم إلى قيادة اللواء السابع في العارضة، حقيقة لفت انتباه جميع الطاقم الذي كان متواجد هناك النفسية التي كان عليها القائد سعادة اللواء. بث فينا نحن من زرناهم المعنويات، وبث فينا الحماس، وبث فينا كل هذه الأشياء. هذا طبعا قبل الحديث عن المكرمة وقبل الحديث عن أي شيء. فكيف بهذا القائد عندما يكون بهذه الروح؟ ما بالكم بالأفراد الذين هم تحت إمرته. فيما يخص المكرمة حقيقة جميعهم بلا استثناء رفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد وإلى ولي العهد، وكلهم بلا استثناء رفعوا أكف الضراعة بأن يحفظ الله هذا البلد وقيادته وأن يحفظ علينا عقيدتنا. انتقلنا إلى عدة مواقع في جولتنا اليوم، طاقم الإخبارية انتقل إلى عدة مواقع في سلاح المدفعية، انتقل إلى كتائب وفصائل وسريات، كل ما أتينا إلى موقع من هذه المواقع صراحة يأسرنا الفخر الذي هم يعيشونه، أيضا يأسرنا ويبهرنا حقيقة الروح العالية التي يتفانون في حماية الحدود والذود عن الحد بهذه الروح. حقيقة وصلنا اليوم إلى منطقة تكاد هي الأخيرة قبل الحد مع الحدود اليمنية، ووقفنا أو حاورنا من يقف على أسلحة وهي بالمرصاد لكل من يعتدي على شبر من حدود بلادنا، وحادثناهم أيضا واستطلعنا وشفنا يعني آراءهم حول مكرمة خادم الحرمين الشريفين. بالاستثناء
يعجز اللسان بلسانهم، أنا أتحدث الآن بلسانهم، يعجز اللسان عن شكر القيادة. وبعضهم ذكر أن هذه المكرمة ما هي إلا يعني حافز معنوي لن يؤثر في حماسنا وذودنا عن وطننا. هم يقولون أننا ندافع عن وطننا مذ أن أمر خادم الحرمين الشريفين بالدفاع ومذ أن أكرمنا بالمكرمات، وحتى لو لم يكرمنا سندافع عن وطن. كان حديثهم هذا اليوم، وللتو عدنا من هناك يعني من الحد الجنوبي. جميل، شكرا. نعم. لك أستاذ، أو عفوا مراسلنا علي معتبي مراسلنا في جازان، شكرا جزيلا لك. وأعود لك دكتور بركة في نقطة دعم أسر الشهداء وحتى المرابطين، يعني قضية التسهيلات التي يحصلون عليها مثلا في الجهات الحكومية في التعليم، كيف ترى سيرها أو كيف يجب أن يكون سيرها؟ أنا بدي قبل ما أجيب على سؤالك أن أحيي حرس الحدود. لماذا؟ حرس الحدود ترى هم في الواقع يفترض بأنهم يأتون في الخط الثاني إذا كان هناك حرب على الدولة المجاورة مثل اليمن الآن، ولكن بطبيعة الحال حرس الحدود الآن هم يأتون في الصف الأول وفي الخط الأول بالمشاركة مع القوات المسلحة. صحيح. والسبب في هذا يعود إلى كفاءتهم ومعرفتهم بالمنطقة معرفة جيدة. صح. بالإضافة إلى أنهم يبحثون عن ما يبحث عنه قواتنا المسلحة من الدفاع والاستشهاد إذا قدر الله لهم شهادة. هذا الجانب اللي أنا أحييهم وأحيي قائدهم اللي سبق أن تحدث وشدني الحقيقة أثناء حديثه. في موضوع اللي سألتيني عنه دعم الأسر. يعني أي دعم الأسر، لا شك بأنه دعم الأسر، يعني إحنا نقول بأنه القوات المسلحة تعتمد على الأفراد اللي تركوا أسرهم وعوائلهم، وكل له أبناء يحتاجون إلى رعايته ويحتاجون إلى قربه، ولكنهم بطبيعة عملهم وطبيعة مسؤوليتهم تولوا هذه المسؤولية وأعانهم الله عليها وإن شاء الله يجرون عليها. يفترض بأن يكون عندنا، وهذا يمكن أنه موجود، أن يكون فيه جهات معنية في كل وزارة من الوزارات تعنى بالدعم المعنوي بالإضافة إلى يعني ما يسمى بخلافة خدمات وكذا. لا، هي خلافة الغازي أو نعم. خلافة الغازي. نعم. وهذا بطبيعة الحال يعني ممكن بحكم أني قريب من وزارة الداخلية أعرف بأنه اللجنة المعنية بأسر الشهداء قريبة وبتواصل مستمر بشكل دائم مع أسر الشهداء، فما بالك بأسر الموجودين على الحد الجنوبي. نعم. يحتاجون منا أن نقف وقفة، يعني سواء كان جهات مسؤولة وهي مسؤولية الأساسية، بالإضافة إلى المجتمع المدني بكافة مؤسسات المختلفة وهيئاته تحتاج منا. احنا لسنا في حالة عادية، احنا في حالة حرب. نعم. واحنا من يعيش في الأرض الوطن يعتقد بأنه ما عندنا حرب، ولكن احنا نعتبر في حالة حرب. يجب ان يكون هناك دعم منظم، ما ينتظر ما نطلق عليه انه تبرع. نعم. والا هبة، بقدر ما انه يكون دعم من الجهات المعنية في دعم هذا الغازي وهو على الحد. نعم. للدفاع عن الوطن. نعم استاذ حمد، يعني نقطة مهمة نريد ان نختم. نعم. بها حديثنا اليوم، قضية يعني المسؤولية الملقاة على الإعلام، مثلا نقول الكتاب الصحفيين. جميل. على وسائل الإعلام تجاه هؤلاء المرابطين الجنود. جميل. بس اكمل رجال الاعمال. لا خل رجال الاعمال، خلنا من النقطة هذه اهم. طيب اجل اجيب عليه لان في نقطة لا بد اقول رجال الاعمال. طبعا يعني الكلمة لها دور كبير في الحفز المعنوي، في الإسهام في الأمن، في إشعار أبناء الوطن أنه الحمد لله هناك جنود يضحون من أجل وطنهم ومن أجل استقرار وطنهم. فالكلمة لها دور داعم كبير، يعني الرأي قبل الشجاعة الشجعان كما يقول الشاعر المتنبي. وبالتالي على كل صاحب قلم، سواء في صحيفة سواء في مواقع التواصل عبر القنوات مثل برنامجكم الآن، أنتم الآن جميل من دبوكم من الحدث طمأنونا. نعم. وأبدوا نقلنا فرح الجنود في هذه المكرمة التي لها حافز معنى في داخلهم. فهالكلمة لا تقل عن أي يعني
وسيلة تدعم هؤلاء الجنود دور كبير، وعليه أن نضاعف الجهد من أجلهم في الوطن. نعم. بحاجة لأي أي دافع أو أي حافز يأتيهم. نعم. إحنا وصلنا إلى الختام، أشكرك جزيل الشكر الدكتور بركة الحوشان أكاديمي بجامعة نايف للعلوم الأمنية، شكرا جزيلا لك. سهلا. شكرا لك أيضا الأستاذ حمد القاضي عضو شورى سابق، شكرا جزيلا. شكرا.